تفضل عرف نفسك. السلام عليكم، اخوكم في الله احمد حلمي محمد السيد محمد. بندعو باذن الله تعالى لاستقلال الازهر. الاهداف بتاعتنا الأزهر؟ لا، احنا من ائتلاف النهوض بالازهر. ائتلاف النهوض بالازهر الشريف. بفضل الله عز وجل يعني عاملين شغل كويس الحمد لله رب العالمين. ندعو الله عز وجل ان يثبتنا وان يرزقنا التوفيق والسداد. بندعو الى استقلال الازهر، رجوع هيئه كبار العلماء، انتخاب شيخ الازهر من بين هذه الهيئه، استقلال الازهر عن الدوله استقلالا تاما سياسيا واقتصاديا وماديا وعلميا. شيخ الازهر يتحدث عن الامور عن القضايا داخل الدوله بكل حريه تامه ويقول راي الاسلام داخل الاستقلال. ايضا ندعو الى تحكيم الشريعه الاسلاميه والحكم بما انزل الله عز وجل، لان هذا الاصل فضيله الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى في عهد السادات قام بعمل قانون دستور اسلامي، وهذا الدستور للاسف حبيس الادراك حتى الان. نحن ندعو الى شريعه اسلاميه ودوله اسلاميه. استقلال الازهر ده مهم جدا، استقلال الازهر، لان الازهر اذا استقل العالم الاسلامي. الكلمه لابد ان تكون من داخل الازهر. الاوقاف، بالنسبه للاوقاف بندعو الى ضم الاوقاف الى الازهر وضم دار الافتاء الى الازهر، ويكون شيخ الازهر يتحكم في الافتاء ويتحكم في الاوقاف. شيخ الازهر يبقى شيخ الازهر تحت وكيل عن شؤون الدعوه ووكيل عن دار الافتاء. النهارده في تخبط كبير جدا، المفتي بيقول فتوى، يطلع الوزير اوقاف يقول فتوى، يطلع شيخ الازهر يقول فتوى، العمليه داخله في بعضها. فالناس الرجل البسيط في الشارع لا يستطيع يتبع من ما هي كبار العلماء هي التي سينتخب منها هذا كل باذن الله تعالى. ندعو الله عز وجل القبول، وعندنا باذن الله تعالى مسيره يوم السبت 23 يوليو من مسجد الفتح برمسيس باذن الله عز وجل، مسيره وستحول الى اعتصام اذا لم يلبى طلباتنا، لان احنا شغالين من ايام من يعني فضل عز وجل نحن في ميدان التحرير من 25 يناير او من 26 يناير باذن الله سبحانه وتعالى.